يبقى معانا بقى العنوان الاخير، الراجل اللي دوخنا بقى في الليله دي كلها واتكلمنا عن كل القوانين دي كلها، حط لك عنوان منفصل للاكسترنال اوديتورز نفسه، بياكد تاني على ان الميجر ريسبونسابيلتي بتاعت اي اكسترنال اوديتور هي ابداء الراي في الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتك. اوعى تفتكر كل الكلام اللي قلناه على موضوع الانترنال كنترولز وايفالويت الايفالويشن ولا اسس الايفالويشن والكلام ده كله، ان تنسى to express an opinion on the financial statements. ده اساس الموضوع، ده راجل جاي يبدي رايه في الفاينانشال ستيتمنت، بتوضح المركز المالي للشركه بشفافيه ووضوح ومصداقيه ولا لا، بتعبر فعلا عن نتيجه الاعمال ونتيجه النشاط خلال السنه الحقيقيه ولا لا، متوافقه مع الجاب ولا لا، ده اساس الموضوع. بالاضافه ان بيك اوت وفقا للقانون must issue a report on internal controls. قال لك if the engagement طبعا relates to publicly traded companies، احنا بنتكلم كل ده عن public audit firms. اهم نقطة focuses on internal control material weaknesses as internal control deficiencies can result or may result in material misstatement in financial statements. دي مشكلته مع external auditor، مش عايزه يطلع report يبدي في رأيه عن financial statements فيها مشاكل. وهنفهم كمان شوية قصة الاوديت ريسك، تمام؟ وقال لك البيكاو يمكن ده سبب ان انا غيرت في الورق الهاند اوتس اللي موجود وحطيت الكلام ده على الجروب، ورقة واحدة هي اللي غيرنا فيها، لان كان جلاين برضو غير في القصة دي. البيكاو issued its auditing standard an audit of internal control over financial reporting that is integrated with an audit of financial statement. بيأكد ويعيد نفس الكلام. وتاني بيقول material weaknesses in internal controls will be found before they result in material misstatement in financial statements. ده هدفه الاساسي، المانجمنت تخلص اللي تقدر عليه كله، ويفترض طبعا ان هي تخلص كل حاجة، بس لو سهوا نعدى عليه شوية حاجات لازم ايه الاكسترنال اوديتور يلاقيها. ما ينفعش يطلع اوديت اوبينيون على حاجة غلط، ده اوديت ريسك. And at the same time eliminate procedures that are unnecessary. طبعا ده رول يخص المانجمنت اكتر، ويمكن ده المثال اللي ذكرته قبل كده، الفرق ما بين الانترنال اوديتور وتدخله في كل الاوبريشن بروسيجرز واهتمامه بالافيشنسي والافيشنت يوز اوف اكاونت اوف كومباني ريسورسز، في حين ان كل ده ما يخصش الاكسترنال اوديتور، هو يهمه الرقم حطيته في الحساب الصح ولا لا، فيما يتوافق مع الجاب ولا لا، ده اساس الموضوع. نيجي نتكلم على types of external auditors opinions. ايه انواع الريبورتس اللي ممكن يطلعها الاكسترنال اوديتور على الكلاينت بتاعه بقى اللي هي الكمباني اللي هو بيراجعها؟ يقول لك في اربع انواع: unqualified opinion، وساعات يسموه unmodified opinion، qualified opinion ده ريبورت تاني، و adverse opinion و disclaimer opinion. ايه القصه؟ الانكواليفايد يقول لك يس كوريكت، كل حاجه صح، فيرلي ريبريزنت، الموضوع انتهى، فعلا القوائم الماليه بتمثل المركز المالي الحقيقي للشركه ونتيجه اعمال السنه، موضوع منتهي، مفيش اي ملاحظات لينا، انكواليفايد هعمل له كواليفيكيشن على ايه؟ خلاص هو مش محتاج يعمل حاجه. انما كواليفايد اوبينيون انت قوائمك مظبوطه وكله تمام وبتعبر عن المركز المالي الحقيقي وكل حاجه تمام، بس there are exceptions، في شويه ملاحظات كده عايز اقول لك عليها احطها لك في الريبورت بتاعي. ليه؟ لان اديتها لك قبل كده وانت ما قابلتش بيها، هقول لك سيكونس للكلام ده عشان نربط الريبورتات دي ببعضها. الادفرس اوبينيون انت ضايع، ولا عندك حسابات منتظمه ولا عندك ارقام تعبر عن مركز مالي حقيقي ولا نتيجه اعمال سنه، قوائمك الماليه ضايعه، ديسكلوجر مش مظبوط، لا تتوافق مع جاب، عندك مشكله، تبدا الاس اي سي هنا بقى تتحرك، هم العسكري الاخضر بتاع الفاس بي، الناس اللي بتحط الجاب، هم دول بقى اللي يجي يحاسب الشركات، تقول له تعالى انت جاي لك ليه ادفرس اوبينيون، يوقف بقى الشركه، تاخد عقوبات، يمسحها خالص من عنده، ما ينفعش تصدر اسهم، ما ينفعش تتداول اسهمها، يوقعها، شوف بقى ايه الكارثه اللي حطوا نفسهم فيها نتيجه ان هم يجي لهم ادفرس ريبورت. واخيرا الديسكليمر ريبورت، نو ايديا، الراجل المحاسب القانوني طلب ان هو يراجع مش عايزين، طلب مستندات مش عايزين يدوها له،
طلب مش عارف كشوف حساب بنك مش عايزين يدوها له. طب انا راجع على ايه؟ مش قادر يطلع اوبينيون. ده زيه زي الادفيرس ويمكن انيل شويه كمان. تمام. البروسيس بيحصل ازاي؟ يجي كلام يمكن جنرال برضو بصفه عامه، هحاول ازود عليه شويه عشان اوضح الصوره بشكل عام. يعني يجي الاكسترنال اوديتور بعد نهايه السنه الماليه واصدار القوائم الماليه بتاعتنا، الميزانيه والارباح والخسائر والكلام ده كله، يقول لك عايز اراجع. حددوا ميعاد، يجي يقعد مع الفاينانشال كنترولر، مع اريا فاينانس حسب الاستراكشر بتاع الشركه، ويبداوا يعملوا انتري ميتنج. ايه التغيرات اللي حصلت السنه اللي فاتت؟ ايه مش عارف ايه؟ قفلتوا فروع؟ زودتوا فروع؟ عشان يبقى عنده خريطه بناء طبعا على خبراته السابقه والدنيا دي كلها. ما مش غالبا انا بتكلم عن واحد مش اول مره بيراجع الشركه. ويبدا بقى يخش في الاوديت سكوب بتاعه اللي هو مجهزها، ونفهم كام اوديت ابروتش كمان شويه في السلايد الجاي عن الناس دي بتشتغل ازاي كبرضو كفكره عامه. اشتغل وهو شغال، وراجع الانترنتال كنترولز وهو شغال، وراجع المستندات وهو شغال، وشاف الارقام مظبوطه واكيرت ولا لا، وشاف القيود بتاعك تتوافق مع الجاب ولا لا، ويبدا بقى عايز يحدد الراي بتاعه. وهو شغال اكتشف ان بعض الحاجات لا تتوافق مع الجاب من وجهه نظره، فيجي لك يقول لك والله انا عندي 10 قيود لان انا شايف ان ال10 ترانزاكشنز دول يعني مش مظبوطين قوي. انت كفاينانشال كنترول لو وافقت على الكلام وخدت ال10 قيود خلاص، ما هو ما عندوش ملاحظات، يقوم عامل لك انكواليفايد ريبورت او انكواليفايد اوبيني. خلصت. استحاله يطلع من غير فايندينجز، اكيد هيلاقي فايندز، قد توافق بقى انت عليها وقد ما توافقش. يجي مثلا يقوم لك والله لا ده انا عندي مثلا حوالي 30 قيد كده عشان تشوف بس الترانزاكشنز دي بالوضع الفلاني المفروض كانت تتعامل بالوضع الفلاني. يجي بقى الفاينانشال كنترول والله لا انا ال 15 دول ولا ال 20 دول موافق عليهم، بس في خمسه كده انا ايه مش موافقك عليهم. انا مش لازم همشي على كل كلمه الاكسترنال اوديتور هيديها لي يعني. فهنا يقوم عامل لك الكواليفايد اوبينيون، يقول لك والله الناس مظبوطه وشغلهم سليم وكل حاجه، بس في خمسه ترانزاكشنز كده المفروض ان انا اشير ليهم عشان ايه دي نوتس موجوده عندهم وهم ما التزموش بيها. مقارنه بقى بالادفيرس بص تلاقيه جايب لك 100 ترانزاكشن ويقول لك اعملهم وترفض تعمل ال 100 بقى. ده انت هنا طبعا حجز بحجم عدد، مش عدد ترانزاكشنز بس، وحجم وقيمه وماجوريتي بتاعت نتيجه الترانزاكشنز دي هتغير قد ايه. ما هو بيعمل بقى ريبورتس عنده فاينانشال ستيتمنتس بالترانزاكشنز الجديده عشان يشوف تاثيرها ايه على البوتوم لاين بتاعك كستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن وكانكم ستيتمنت. شوف بقى نتيجه اعمال السنه اختلفت قد ايه. فما تطلعش انت عامل لك هو 100 ترانزاكشن انت بتتكلم في مليون دولار خسائر وانت المفروض مليون دولار ارباح، ده مصيبه سودا. فانت كده لا ده انت عندك كارثه. لا يبقى انت لا بتريبريزنت فاينانشال بوزيشن مظبوط، ولا بتريبريزنت الريزلت بتاعت السنه مظبوط، ولا الكلام ده كله ويطلع لك ادفيرس ايه اوبيني. فده الفرق يعني كقصه او كحكايه، ان احنا نفهم ايه قصه او موضوع الانكواليفايد اوبينيون والكواليفايد اوبينيون والادفيرس اوبينيون. وزي ما قلت لك الديسكليمر قبل كده، ده هو ما عرفش يشتغل اصلا، كل ما يطلب مستندات يرفضوا يدياله، كل ما يطلب جرد يرفضوا يدياله، مصادقات من عملاء يرفضوا يدياله، مصادقات مع موردين يرفضوا يدياله، لا عارف يصادق على ارصده ولا عارف يراجع مستندات. طب هيطلع رايه بناء على ايه؟ ما الموضوع مش هقول ان انت فاينانشال ستيتمنت بتاعك بايظه، ده انا ما عرفتش اصلا بقى راجع الفاينانشال ستيتمنت دي. تمام. يبقى ان كواليفايد اوبينيون، كواليفايد اوبينيون ساعات الان كواليفايد يقول لك ان موديفايد، وادفيرس اوبينيون وديسكليمر اوف ان اوبينيون يعني ما عنديش فكره عن الموضوع. يجي بعد كده يقول لك ايه الاوديت ريسك. الاوديت ريسك باختصار هو ان الاكسترنال اوديتور او البابليك اوديت فيرم يطلع اوبينيون على فاينانشال ستيتمنتس بانها كلها مظبوطه، ويحصل حاجه بعد كده نكتشف ان في ميستيكس في الفاينانشال ستيتمنتس دي، يبقى هو دخل وتحمل جزء من المسؤوليه دي. ده الاوديت ريسك بتاعه. طب الاوديت ريسك بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث انواع من الريسك: الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك والديتكشن ريسك. الانهيرنت ريسك ده موجود في كل الاكاونتنج ترانزاكشن، اي اكاونتنج ترانزاكشن ممكن تحصل وارد يبقى فيها ميستيك، هو ده الانهيرنت ريسك. كلمه وارد دي تقلب قيد، تعكس قيد، تحط رقم غلط، تجمع غلط، ايا كان بقى، مستند مش مظبوط، مستند مش بتاع الترانزاكشن دي مش محطوط معاها، ايا كان فيش مستند اصلا، ايا كان في فرود، ايا كان نوع الريسك. فده انهيرنت بطبيعته موجود مع اي عمليه ممكن تحصل، اي ترانزاكشن ممكن تحصل. يجي بقى دور الكنترول ريسك اللي هو دور المانجمنت، الكلاينت بتاعك اللي هو بتاع الاوديت فيرم يعني،
في ان هي تعمل ديتكشن للميستيكس، لان هي مسؤوله عن الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها ومسؤوله عن الانترنال كنترول سيستم بتاعها. خلاص. طيب لو عدى من الكنترول ريسك بقى في ديتكشن ريسك اللي هو بقى يخص الاكسترنال اوديتور، اللي هو لو عدى منه يحقق له الاوديت ريسك بتاعه. فالانهيرنت ريسك ده موجود بطبيعته في اي ترانزاكشن ممكن تحصل، قد يحصل قد ما يحصلش، هو بطبيعته متضمن في الترانزاكشن. دور المانجمنت في الكنترول ريسك قبل ما يوصل الاكسترنال اوديتور يكتشف اخطائه ويعالجها ويظبط حاله، لان هو في النهايه مسؤول عن الفاينانشال ستيتمنتس وعن الانترنال كنترول سيستم بتاعه. يجي في النهايه الديتكشن ريسك اللي هو دور الاكسترنال اوديتور نفسه بقى. مشكلته لو حاجه عدته في الديتكشن ريسك ده، دي مشكلته بقى، هنا عنده اوديت ريسك. ولذلك يقول لك ان الاوديت ريسك هو مجموع الثلاثه دول، الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك والديتكشن ريسك. يعني لو الثلاثه دول مفيش ولا مستيك عدت منهم، كل الثلاثه ريسك دول زيرو، اصبح الاوديت ريسك زيرو. يبقى هو رايه اللي قاله في فاينانشال ستيتمنتس مظبوط. المشكله امتى اوديت ريسك؟ امتى؟ لو هو قال راي ان كل حاجه مظبوطه وما خدش نوتس معينه وفي حاجه ايه مش مظبوطه، اكتشفناها بقى بعد كده نتيجه لاي وضع من الاوضاع. تمام. زي ان يحصل تاكس انسبكشن بقى، زي ان يحصل ان اس اي سي تراجع، زي ان يحصل بيكاو تراجع على حساباته وحساباتهم، ايا كان حد بلغ عنهم، ايا كان السيناريو ما يخصناش هنا. المهم ما فاهم ان الاوديت ريسك عباره عن مجموع الثلاثه دول، الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك والديتكشن ريسك. بعض الكتب ذكرت موضوع الاوديت ابروتشز، مش كلها يعني، فمضطر اذكرها. قال لك ايه، ودي اخر نقطه معانا النهارده، الناس بتشتغل ازاي، يعني ايه الابروتش او الطريقه اللي ممكن يشتغلوا بيها. كل واحد ليه دماغه، وعلى حسب برضو وضعك وظروفك وثقتك في الكنترول سيستم بتاع الشركه دي ولا لا، وبقى لك كام سنه اصلا بتراجعها ولا لا، وعندك خبره عن الاوبريشن بتاعهم ولا لا، وكان ده كله هنفهم كان دلوقتي. يقول لك ايه، في حاجه اسمها سبستانتيف ابروتش، ساعات يسموه فاوتشنج ابروتش او دايركت فيريفيكيشن ابروتش. ده يعمل ايه؟ يقول لك يخش يمسك لارج فوليومز اوف ترانزاكشنز اند بالانسز ويزاوت اني بارتيكولر فوكس. يمسك كده عدد كبير من الحسابات والارصده ويقعد يراجع فيها بمستنداتها بارقامها بالترانزاكشنز بتاعتها. ده راجل داخل ملوش دعوه بحد. ده ممكن يلجا ليه في اول وتاني وتالت سنه مثلا، لسه مش عارف الشركه كويس، ما درس الكنترولز بتاعتها كويس، التراست اللي هياخده من خبرته، مش نتيجه علاقاته الشخصيه مع المانجمنت، من خبرته في تعاملاته مع الشركه دي ومراجعاته خلال السنين اللي فاتت تخليه ينقل على ابروتش تاني. انما في البدايه غالبا ممكن معظم الناس تلجا لموضوع الفاوتشنج ابروتش ده، او اللي هو السبستنتيف ابروتش. في ابروتش تاني، طريقه تانيه، اسلوب تاني، كل شيخ ليه طريقه زي ما بيقولوا، بس بقول لك الظروف تحكمك، الاكسبيرينس بتاعك مع الشركه يحكمك في اختيار الابروتش اللي هتعمل معاهم فيه او هترجعهم بيه. ده تقدر تقول حجم العينه اللي بيحتاجها الاكسترنال اوديتور عشان يراجع على حسابات الشركه مثلا. ماشي. الابروتش تاني ذا بالانس شيت ابروتش، يقول لك يعمل فوكس اون ذا بالانس شيت اكاونتس with limited procedures on income statement، على اعتبار انه درس الشركه بقاله سنين وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وعارف طبعا طبيعي ان معظم الحسابات بتاعه الانكم ستيتمنت هيكون الفرده الثانيه بتاعتها موجوده في البالانس شيت، فلو قابلته مشكله في البالانس شيت هتدخله على الانكم ستيتمنت. انت عندك الايرادات دخلت الفرده المدينه بتاعتها، يا كاش يا كاستمرز، موجودين في البالانس شيت. المصروفات اللي طلعت كلها كانكم ستيتمنت هيقابلها برضو، يا كاش كريدت يا سبلايرز، برضو هيقابلوك فين؟ في البالانس شيت. فانت تمسك الانكم ستيتمنت عن طريق البالانس شيت. في ابروتش تاني، شيخ تاني يقول لك ايه، ذا سيستمز بيزد ابروتش، يخش يدرس الافكتيفنس بتاع الانترنال كنترول سيستم دوت، يعمل له ايفالويشن بقى، هي بره السكوب بتاعه وبره الشغل بتاعه، بس هو يعمل ايفالويشن طريقته كده. السيستم بيزد ابروتش ده طريقته كده، يوم عامل evaluation effectiveness بتاع internal control system ويقول لك and focus audit on areas where it is considered that the system objectives will not be met. من خبرته بقى في شغله ك external auditor بصفة عامة ومع الشركة دي ومع الفيلد ده، يقدر يحدد انا هتكلم فين اكتر، هدرس الموضوع فين اكتر، اطلع عينات من فين اكتر. تمام. دي طريقة. الطريقة الرابعة والاخيرة يقول لك risk based approach، the business risk approach.
الاوديت ريسورسز ار دايركتد توورز ذوز ارياز ذات ار كونتين ميس ستيتمنت ويذر بار اوميشن اور ايرور. يركز قوي على المناطق اللي هو شايف من خبرته كاكسترنال اوديتور ومراجعته برضه في السنين اللي فاتت و انه قدر يعرف مناطق الريسك موجوده فين وعارف الايرور ممكن يحصل فين او الاوميشن يحصل فين، فيقوم داخل على المناطق دي. مش معنى كده ان يسيب كل حاجه تانية، بس هو ممكن يبدا بيها ويركز شغله عليها ويفوكس عليها ويقلل شغله والعينات بتاعته في المناطق التانية، فيكون تركيزه على يعني البالانس شيت، يكون تركيزه على الحتت اللي هي شايف ان الافكتيفنس بتاع الكنترول سيستم بتاعتك مش هتحقق فيها، او الحتت اللي فيها الابروتش الاخير فيها ريسك معين، يركز تركيزه في الحتت دي وعلى الارصده دي وعلى الترانزاكشنز دي، وبعدين فضل معاه وقت فضل معاه مجهود يبدا يخش في سامبلز او عينات في حسابات تانية وارصده تانية. في ناس يرجع يسافر ويقول لك ابعت لي بعد كده، او يروح مكتبه يقول لك ابعت لي كذا، يكمل الشغل بتاعه وهو قاعد في مكتبه اكتشف ان في نقطه ناقصه، لو سمحت ابعت لي المستند الفلاني عايز اتاكد من الرصيد الفلاني، واي نوت، فاهم؟ فالعمليه كلها مش لازم تحصل جوه الشركه بس. يبقى احنا كده خلصنا بالنسبه للانترنال كنترول سيستم اليونت الاول في السكشن ده بالكامل، فاضل لنا يونت واحد ان شاء الله قصير جدا، هشوف ربنا يسهل اذا كنا هنخلصه على سيشن ولا اتنين. هيتكلم مني على الانترنال اوديتورز ليهم علاقه طبعا بقصه الانترنال كنترول عشان نكمل الصوره والقصه بتاعتنا، وهيتكلم بقى على الكنترولز بتاعه الانفورميشن سيستم اللي هي بتاعه الكمبيوتر ومش عارف ايه، والريسكس اللي مرتبطه بقصه الانترنت والباك ابس، وموضوع شيق جدا وحلو جدا يعني. موضوع يعتبر كمان عملي وكلنا بنشتغل النهارده على انفورميشن سيستمز والكلام ده. يبقى كده خلصنا من الجزء الاكبر والاهم واللي فيه فعلا كم مساله كتير ونقدر نحل عليه كتير دلوقتي، وزي ما قلت مش محتاج اقعد احفظ كل الكلام ده لا من الورق ولا من السلايدز، عندي كيوردز ما ينفعش اغيرها، لاني لو غيرتها يبقى الـ دخلت في اتجاه تاني ودخلت في اجابه تانية وما بقتش هي الاجابه الصح. اقرا حواليها واحاول اصيغه بطريقتي واسلوبي اللي يسهل لي ان افتكر الاجابه ايه. لو المصحح جات لي حتى في اس كويشن وشايف ان انا حاطط الكيورد بتاعي مظبوطه واللي حواليها حطيته باسلوبي بس ما غيرتش المعنى، اكيد هاخد درجتي، لان هو مش داخل يسمعني، هو عارف ان انا مش راجل اكاديمي، هو عارف ان انا راجل بطبق بيدرس فهمي لتطبيق الكلام ده والقوانين دي والاوضاع دي والستاندردز دي على شغلي في الحياه المهنيه. فمحدش يحفظ، الناس تفهم، والناس لو فهمت هتستريح وهتجاوب احسن، ونقدر نستشف في الكلام ده لما نبدا نجاوب دلوقتي واتدرب على الاسئله دلوقتي قبل ما اخش الامتحان، اشوف انا فاهم كويس ولا لا. حته واقعه حته عجباني زي ما قلت، خش على الانترنت وحاول اعمل ريسيرشز اكبر وحاول الم داتا اكبر وحاول اوسع معرفتي وثقافتي المحاسبيه حوالين النقط اللي هي ممكن تقابلني فيها يا مشاكل يا تعجبني عايز اوزع مذاكري فيها بس. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.